السلام عليكم ايتما ديتما، مرحبا بكم على قناه ديال المصايات منا. ان شاء الله تكون بخير وعلى خير. يفكون الفيديو ان شاء الله صحه لهنا غتدوا المحلي كيكه الفلكين الكيكه المذاقيه سلام ما شاء الله. كاست الجبن مع تشكه تاع الجيش د المذاق كاسوني الفلكي دا تصدق. وكنتمنى كريزا الفيديوهات ان شاء الله تجرب، وكنتمنى ان شاء الله هكون تعجب داتو توم لايك بارطاج ديالي كان جديد سكري ابوني يا تجاوزت لكم ديما جديد. وكان خالد مزر ما نحتاجي حل الوصفات. الوصفه عندي كيكه راكي نحتاجي كوست دقلاي قشره التشين قشره الحامض لكاس العسل التشين التشين اللي غنعصر نتا حنا نحيد القشره لكاس اونص سنيده دكوز تخميرين ديال كاس زيت تراميل ذكرات الكيسان العلبه وقرن اقول انت خصك ديما تقول حلوه اقول لي فولكي ديما كانتي سنت انت ديما كي كخفه قاسنك كانتي سنت. انا سيتي غلين هكا صوني كوز نوت نولي نكس هاد ميكسور هاد سترابو فوس المهم الكيكه ديك راه تسكر لا دون تصدق. المهم نوت غلين مزيان وكان ما يتنسم دين سنيده ثاني دا غادي ميكسيمي كاتون وفي سياد كلي مما ندخل ثاني دا كاتاني متفسي ميت لو خنا نخلط مزيان كان سيدة دكلي نفيد الزيت زيت دائما الضمك الكيكة اللي سكاه ديما هاد فيها غير زيت ميكسيميك الكوري كاتوني الزيت حتى مسوفلة انا نصدق الكيكة 100%. اما تنسم دين العاصم للشين العصير خصو لي برد المهم خصها غير الحارة الكوزينة تانتا تنتفي غير سي ميكسيمي كتنو في سيات كلي من نسمدين أكرن أكرن نتا تخمرت دا غي كنصوني تيسنت أنا كون ندير الكاس الأكرن نفي فلاس تيخمرت تيسنت نسيفت من نسمدين الكيسان أنايا طنين من نفي فلاس القشرة لي التشين ديال الحامض هاك القشرة الحامض حتى كصراحة ما تقفو كان غير كنتخلط نتا ديال التشين إيه هدا هو قلت الحامض كنت غير ديال التشين ماشي مشكل عندي احترام واخا نسد الفاني تانتا مي تحت نخلط مزيان نسي الليمون واخا كان يخزفن كيحتاج تكين طوالي الدور ماشي مشكل نقص الكورن د نتهنس زبدة نقص الكورن مي تنقص العجين أفران تانت نتحمو قبل نبدو وكان مي تنقلي كيكانا حلا فيت هادشي راه يزداد هاكي حتى النم صافي توا تزدر أنا نتحمر سيات كلي حتى النم صافي توا وكنت المهم لخرا نتقام كونفومار نزناني عند كنوك شوط على غير الموز حتى النم إيفور دي زوا حتى النم كيكانو تتحمر سوس موفلة شعبان بزاف كيتحمر دونك غير نمكن باش نصر ما نحتاجي حسيرو د
ملي كنسكر ليمون معسل. حل ليمون معسل تسيرو لكي نحتاجي الكاس العصير لتشين يهضون لتشين بزاف تقيم تقريبا نص الكاس العصير تكمل تسوامان. لان كيس نحتاجي سنيدة لتشين مهم لتشين وشكنا دي سترام يمكن يسيح تقيمة غير لتشين تبيه تقيمة كنطور يعني 5 دوائر. انا سي الكاس نحن العصير نقدها كافرونة ميتنسي مدي في السنيدة سنبدا كيس نكي 5 طنجاوين سكر يحترم كوني واخا انت كمكار يحتو تري ما كان سيرو يمي بزاف تقيم غير كوست. وكان سي كاسولا حين تحكي لافيت نسخ لافيت مزيان نشيتو الوغ نزرع صافي سنيدا نتفسي يدا تزيد الزيت تقريبا 5 تخيط نتغي كان من نسيت نكيس لتشنا ناش لتشنا هاي توا كحتى نمصافي سيرو نتا في الزداي يقاس دوكا تمنت مين صافي تنسمت تاجين داي برد تقريبا لا تسكم حلا سيرويات تقريبا ين 10 دقائق حتى تسكم. الكيكه كان حلا حتوا تمقل ما شاء الله هكا تفولكي التشكا هي كانت مقور وما محتاج ملكة تحمر. الكيكه يمكن ناس نتيني محبوبة الجماهير قلت ما تسكن الاخرى اللي سند دائما سنتيني سكر حكي لي غير الكيكات المحبة الجماهير هذا هو سكر حتى حتى شكون كان تميم كان زاد صمدين اتي تعجب وكان هكا خفت غادي تنشرح الوصفات الكيكات الجماهير اللي تشين تانتا اللي حتنا سلا تمقلم دا سيرو اي تشكا كان ذهبي زدو ما تمت يسكن تا كاع المذاق اللي تشين حتى جمع كاسوني اختك كي حبر تا تو تكيم تا يحمى عاش كل واحد كامل يحمى لا دون تسول الكيكه انت سيرو تخسر ما غير الحكي باش كان ندير سيفك لون اسكلون كان تحكي الكيكه يما تنسى سفلات اللي تشين مو مشكلة عندك ملي تشيني عندك بزاف ديال الميك الكيكة هادي هاد السكرم خاصها كون تسكمها المول يا غزيف نيد ودي دورن خاصها يمغر كل كيكة تلقى كيكة بحجم كبير وتكي تضم الزكن وهي ني حاونت مزيان باش تيسام الكيكة هاديك ما تمزك ما دون كيس تفي اذا ني حاس كم كيكة ضروري المول اي مغر ادو ليك المول يمزك وكان ان شاء الله هاد الميك غنصر الكيكة حتى باق تقديم. هالكيكان هي كانت مقل كيكات محبوبة الجماهير اللي تنس نقا سيرو نقا لتشين معسل التشكا هي كانت سكلولو المذاق ما شاء الله المنظر المذاق يا سلام. وكانت من ناحية تجرب الكيكات داتو توم لايك تبارتاج ديال اللي كان جديد واش كتهز القناة نوصل دور زوان عايزك ابوني يا تجربة تيكم ديما جديد كان نميكي وصفة نظنين إن شاء الله. بصحة وراحة.